ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين أشنو كيعجبكم في الماكلة ديال الزنقة وباش كتعرفوها نقية. بغيتو تعرفوا أشنو قالوا لنا، أجوا معايا. شنو كتعجبك في الماكلة ديال الزنقة؟ أخويا الزنقة، الماكلة ديال الزنقة ما كتعجبنيش، ما كيحسن من الماكلة الدار. عند الماكلة ديال الزنقة خضر تضر بنادم وخضر، ما كتعرف بنادم الداخل أش كيدير. فهمتيني؟ دابا مثلا اضطريتي أنك تاكل في الزنقة باش كتعرف ديك البلاصة اللي غتاكل فيها نقية. واخويا شنقول لك، بحال كتغامر براسك. الماكلة ديال الزنقة كتريسكي. المهم راك غادي مريسكي. حتى الماكلة ما كاين ما حسن طيبة الراس، كتعرف كيفاش طيبة وكيفاش هذي. الماكلة ديال الزنقة شحال من واحد قتلات. ما عمرك كنتي شي حاجة ودارت لك تسمم؟ كليتها واحد الخطرة ولكن من تما مابقاش كنعاود. صافي قلتي ما عمر داود يعاود. عمر داود ما يعاود. الماكلة ديال الزنقة خطيرة. وعرفتي بان شي ناس البارح 30 واحد انك واحد الخبزه عجيبه ودرت لهم تسمم؟ واه الخبزه العجيبه راه قال لك عجيبه، راه صيفطات من سميتها باينه، من سميتها راه صيفطات شحال من واحد 30 واحد صيفطات 30 واحد صيفطاتو ديال الزنقه. لا خويا ما كتعجبنيش الماكله ديال الزنقه. مثلا الى اضطريتي انك كلتي في الزنقه، يعني شنو نقول لك اخويا، الماكله ديال الزنقه يعني فيها تسممات، يعني ما كيغسلوش هذاك الشيء ديال الماتريال باش كيطيبوا هذاك الشيء، يعني حيت بنادم يعني ما كيدخلش يشوف يعني في الواقع، خاصو بنادم يشوف هذاك الشيء، يعني كاين طوبات كاين بعدا ما كناكلوش. دابا انت الا اضطريتي تاكلي انك في شي بلاصه باش تعرفي انت نقيه؟ انا حيت يعني فات عليا انا كنت خدمت في ريستورات الماكله وشفت هذاك الشيء يعني اللي كيدار في الماكله، يعني كيخليو داك الشيء ما كيغسلوش ما كيعقموش هذاك الشيء، يعني باش غادي بلاش داك الشيء ما نقيش، يعني ما نقيش، يعني داك الشيء الماكله اللي كتسمى تقليد، يعني راه بحال كتاكل انت يعني في الصحه ديالك، يعني يديروا واحد البحث، يعني يدوروا بهذا الشيء ديال السناكات ويدوروا هذا الشيء ديال القهاوي ويدوروا هذا الشيء ديال، يعني باش يشوفوا هذا الشيء واش كاين ولا ما كاينش، واش نقي ولا ما نقيش، واش نقي ولا ما نقيش، يعني وراه كيكذبوا كيقول لك لا راه حنا كندوروا راه ما كاينش داك الشيء ما كيدوروش. هي صراحه دابا انا كرشي عامره عبر الماكله ديال الزنقه، ما تناكلش حيت يعني تضرني الجوع، طيبت في الدار والو بوكاديوس. ودابا الماكله ديال الزنقه باش كتعرف التنقيه؟ صراحه تنحاول نقلب على الناس اللي هما نقيين، المحلات اللي هما نقيين، وشي بعض المرات تنضطر ناكل عند شي ناس اللي ما تنعرفهمش حتى تنشبع تيبقى فيا الحال. كتريسكي؟ كنريسكي، تبقى نفكر شي افكار اللي تنقول عاد بلا مشتراجي لا ما يقدرش يكون هذاك الشيء، وتتجيني دوك الافكار تتزق الكرجيري بحال بغات وتروع لك وتندم. اخويا فريد راه ما عارفينش شنو هو التسمم. التسمم واحد المرض اللي هو تيبقى شدك من كرشك تتبقى تغوت واو واو تتلوى تتلوى تتلوى. يعني خص الناس المسؤولين يتحركوا، لان حنا عندنا الثقه في المسؤولين. قبل ما غندخل ذاك المحل عندي الثقه انا في المسؤول، وما عنديش الثقه في المحل اللي غناكل فيه. علاش؟ لان المسؤولين غادي يجي وغادي يشوف هذاك الشيء واش بيريمي ولا ماشي بيريمي، لانني انا من تنتسمم وتتوقع عليا شي كارثه في تنمشي عند المسؤولين. مالك كلي التسمم في واحد المحل تيديروا الخدمه ديالهم. لهذا تنقول المسؤولين تحركوا المحلات وشوفوا المحلات، لان كاين اللي ما تيديرش بوجه الله سبحانه وتعالى. وبالله عليك دابا اي بلاصه مشيتي فيها في الدار البيضاء والاحياء الشعبيه كلشي مخرج الماكله الزنقه، شي مخرج المسمن، شي مخرج الدجاج، شي مخرج كاسكروطات، داكشي ديال البصله ومطيشه. دابا سمعت دابا 10 الناس مشاو ضحيه تسمم. بالله عليك انا راجل عليك اكثر من 10، اكثر نديروا حنا 10. بالله عليك واش تبع عقلك غادي انت ولادك وضرك جوع وتاكل داك الزيوت وداك الميكروفات والضفار كي دايرين؟ صعيب باش نقول لك انا داك السيد انت كتبيع كاسكروت كيقول لك ولي حشومه تلبس هاد القميجه وكتكمي الكارو. اين ما نهضروا مع هاد الناس، تعفونات ولات كثيره. حاسم مع مصارك راه السبيطار كيدير الدوله. ما عمرك شكلتي في شي مطعم وقع لك شي تسمم؟ خويا انا تابع رضات الوالدين، كل واحد والعقليه ديالو. كي تبغي تشري كتمشي عند موريس السندويشات نقيين كيبيعوا الثمن، الناس نقيين. شوف اللي نقي كيمشي عند الناس اللي نقي، اللي موسخ كيمشي عند الموسخ. جي عليا وكتب عليا. يعني خاصك تختار فين تاكل. اصلا ملي وقع هذا التسمم من حاجه وحده، الوسخ. ما يمكنش يوقع تسمم لو كان ما كانش الوسخ. بوتيتر زيت، بوتيتر دي كافار، بوتيتر. الوغ صافي حشومه. لو ماروك كلاسي باغمي لي بروميي، باغمي لي بروميي. حنايا دوله افريقيه سي فري، مي حنا مكلاسين من لي بروميي الناس اللي غاديين لقدام. فين جا الخطا وعلاش جا الخطا وعلاش وصل هذا الخطا اللي يطيح بينا قدام العالم؟ شكون
المسؤولين فينكم؟ نتوما خاصكم تمشيو ديروا دي ريغيرش في لي كافي، تقلبوا واش داكشي روبينيات زوينين، ماكله زوينه، ماكله متسمى، ماكله يلاه هذيك فينا هو الخدمه ديالكم. لو كان كنتو دايرين خدمتكم ما غاديش يوقع هذا البروبليم. ممنوع يكون عندنا بروبليم في الماكله في لا نوريتور عندنا في بلادنا في كازا العاصمه الاقتصاديه، ممنوع ممنوع كل منع يكون عندنا هذا البروبليم. ممنوع يكون بحال الخطا، ممنوع يكون هذا الخطا فادح، ما خاصوش يكون. ولاد بلادنا ما يضروش والبراني ما يضرش، الماكله ديالنا خاصها تكون ناضيه.